تشيز كيك بزبده الفول السوداني، بسكوت بتاع شاي من غير طعم، من غير طعم، وزبده سايحه. وبعدين الطبقه الاولانيه 300 جرام من البسكوت و150 جرام من الزبده، الطبقه الثانيه 500 جرام من الجبنه الكريمي بدون ملح في درجه حراره الغرفه، معلقه صغيره فانيليا سايله، 100 جرام سكر بودره، 300 جرام كريمه مخفوقه او اللي هي الكريم شانتي، 250 جرام زبده فول سوداني. بعدين للتقديم عندي كريم شانتي، عندي سكر بودره، عندي زبده فول سوداني، عندي بسكوت ساده، عندي شويه اسمه ايه ده، صوص كراميل. يعني للتقديم ما توتروش نفسكم. بسكوت ضربته في الكبه، نزلت عليه الزبده، قلبته كويس. ممكن طبعا تعملوا منهم انديفيدوال صغيرين او تعملوا واحده كامله. ممكن لو مش حابين ان هي تبقى طريه ممكن تحطوا لها جيلاتين. واكبس البسكوت هنا كويس قوي. ممتاز. ابص على الفرن. معلش هي الحلقه دي متوتره كده شويه عشان الفرن مواعيده مهمه. لا لسه 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 لسه. عملنا ايه هنا؟ بسكوت شاي طحناه في الكبه او ضربناه لحد ما اتطحن، وبعدين نزلنا عليه زبده سايحه، وبعدين كبسناه هنا في الصينيه او في الطبق او في الاطباق الصغيره. وبعدين هحط جبنه كريمي في درجه حراره الغرفه وبدون ملح، فانيليا، سكر بودره، اقلب كويس. تعالوا اتفضلوا معايا يا جماعه، يعني مش قاعدين ورا الكاميرا ليه مش عارف. لا حول ولا قوه الا بالله. زبده فول سوداني برضو حاولوا انها تكون في درجه حراره الغرفه عشان ما تغلبكوش، وفي منها الكرانشي شويه وفي منها الكريمي زي ما انتوا عايزين، وفي منها مضاف ليها عسل وفي منها لا، في كذا نوع في السوق علشان اللي ينزل يشتري يبقى عارف. كريم شانتي مخفوق، اقلب كل ده مع بعضه. ممكن يدوي، ممكن تعملوها في الكبه او بمضرب كهرباء براحتكم. عملت عضلات اهو. بسم الله. انزل هنا. ممكن بقى ما بين الطبقه دي وما بين البسكوت تحطوا شويه موز. الله، فكره لطيفه جدا مع زبده الفول السوداني، بيبقى رائع الموز إذا حابين طبعا. يعني ممكن تحطوا مكسرات لو حابين. الفرن الفرن الفرن. لسه والله لسه سيكا نقطة كده نقطة. طيب خلاص أهو. بعدين هندخلها التلاجة، بعدين هنطلعها على التقديم. ايه بقى هو التقديم اللي احنا عملناه؟ عشان احنا طبعا حطينا لكم في صينيه فكان لازم نعملها من قبل. بصوا انا حطيت هنا اي قالب اي شكل، حطيت فيه بسكوت. واظبط بس شكل النجمه اهو. اوكي، هنا كريم شانتي وردات، وبعدين عندي بسكوت من اللي احنا استخدمناه
حالا نقوم حاطينه كده اهو. بسكوت لا انا قصدي مالوش طعم، يعني مش بنكهه، يعني عايزه اقول مش بالشوكولاته مش بال كده، ملوش طعم ده هو. انا قلت ملوش طعم، انا عليا حاجات برضو. لا قصدي ان هو مالوش نكهه، يعني بسكوت شاي ساده، عايزه اقول كده يعني، ما تركزش معايا قوي كده. طيب وبعدين هنزل بال الله بصوص الكراميل، واللي تخاف منه ما يجيش احسن منه، معروفه. شكرا. اللي احنا بقى لسه عاملينها دي هتخش التلاجه.